بمناسبة بقى الفرصة الواحدة دي، بتشوف وليد أزارو بتقيمه ازاي؟ يعني كمهاجم نادي الأهلي، ناس بتشوف ان هو مهاجم جامد جدا ولسه سنه صغير، عنده مقاومات وإمكانات كبيرة جدا وجاي في النادي الأهلي، وناس تانية بتشوف ان هو مهاجم جيد وكل حاجة، بس ما عندوش فكرة او ما عندوش ملكة ان هو يبقى هداف، ان هو يخلص الفرص او يجيب جون من نص فرصة. لا انا برايي انا العب ضد وليد ازارو. وليد ازارو مهاجم كثير منيح، وخصوصا مثل ما قلت صغره في السن. يعني وليد خلال سنه او سنتين حيكون مشروع لاعب كثير كبير، وهذا الشيء الناس حتشوفه وبطلبهم، بس يتريس شوي على وليد. يعني مهاجم كثير منيح.